نعم، يعني مساء الخير مرة أهلا أخرى. وسهلا. يعني ربما في هذه الأثناء حالة من الهدوء الحذر تسود كافة محافظات قطاع غزة بعد الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على القطاع، والتي استهدفت بها موقعين تابعين للفصائل الفلسطينية، أحدهما غرب مدينة غزة والموقع الآخر وسط القطاع. هذا القصف ألحق أضرارا مادية كبيرة في كلا الموقعين دون تسجيل أي إصابات بشرية، بالإضافة إلى أضرار في ممتلكات المواطنين. الجيش الإسرائيلي قال بأن هذا القصف الذي طال المواقع جاء ردا على إطلاق 6 صواريخ فجر اليوم من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة. قال أن منظومة القبة الحديدية تصدت ل5 صواريخ وصاروخ آخر سقط داخل المستوطنات. الفصائل الفلسطينية قالت عبر بيانات لها بأن هذا التصعيد الإسرائيلي سيكون يعني بداية لتفجر الأوضاع الميدانية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها صباح أمس الأربعاء في مدينة نابلس، وأدت هذه العملية العسكرية إلى استشهاد 12 فلسطينيا بينهم رجل مسن وطفل. وقالت الفصائل أيضا في بياناتها أن ما حدث هو رسالة تحذير ونذير لإسرائيل حال استمرت في عدوانها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وأنها جاهزة لصد أي عدوان إسرائيلي وأي حرب على القطاع أو نعم على كافة المدن الفلسطينية، مؤكدة أنه يعني في حال استمرت هذا التصعيد دون ضغط حقيقي من قبل الوسطاء لوقف هذا لوقف الممارسات الإسرائيلية فإنها لن تقف مكشوفة الأيدي. عامر، كيف يعني هي الأوضاع حاليا، كيف هي الأوضاع في مدينة نابلس والضفة الغربية بالعموم؟ نعم، يعني نتحدث ليس في مدينة نابلس أو في القدس أو في القطاع، يعني نستطيع القول بأن كافة الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من التوتر الميداني، وإن كان يعني تحديدا مدينتي نابلس وجنين هما ربما المدينتين الأكثر سخونة وأكثر اقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي، التي أصبحت يعني اقتحام الجيش الإسرائيلي لهاتين المدينتين شبه يومي، ولكن حالة التوتر تسود كافة الأراضي الفلسطينية. فجر يعني خلاف للقصف في قطاع غزة، أيضا صباح اليوم أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيدة بالقرب من مدينة القدس، بالإضافة إلى اقتحامات للمسجد الأقصى، إطلاق نار على الصيادين في عرض بحر القطاع. كان مساء أمس أيضا اقتحام لمدينة بيت لحم وأدى إلى يعني وقوع عدد من الإصابات. نتحدث عن يعني حالة من التوتر الميداني وحالة من الغليان بكافة الأراضي الفلسطينية. يعني ربما يعني بعد قليل سيكون هناك تشييع لجثامين الشهداء الفلسطينيين في مدينة نابلس، يعني توقعات أن يكون هناك اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء مراسم التشييع. نتحدث من بين الشهداء يعني 2 من القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي، والذي تم اغتيالهم أمس في مدينة نابلس. على كل حال يعني في ظل حالة التوتر والتصعيد المتواصل، أيضا يعني عم الإضراب الشامل كافة الأراضي الفلسطينية، وعلقت الدراسة في المدارس في قطاع غزة وفي الضفة والقدس حدادا على أرواح الشهداء. يعني ايضا هناك يعني في حاله التوتر هناك جهود دوليه تبذل واتصالات مكثفه يجريها الوسطاء من اجل يعني خفض التوتر وعدم دخول
خاصة قطاع غزة في مواجهة عسكرية. صباح اليوم يعني وصل المنسق العام لعملية السلام في الأمم المتحدة تور ويستلاند إلى قطاع غزة، ربما يجري حوارات أو لقاءات مع الحصار الفلسطيني. لم يعني حتى اللحظة لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الزيارة وما هو جدول الزيارة، ولكن بالأمس كان لمنسق عملية السلام تصريح بأنه دعا الجميع إلى خفض التوتر وعدم التصعيد. ولكن يعني المؤشرات والمعطيات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وتحذيرات الفصائل الفلسطينية التي أعلنتها بالأمس وصباح اليوم بأن صبرها قد نفد في ظل يعني عدم كما ذكرت عدم ضغط حقيقي على إسرائيل في اعتداءاتها، وبما أن هنا عدم يعني كما تقول فصائل بما أن هناك لا إسرائيل لم توقف عملياتها واعتداءاتها فإن صبر الفصائل قد نفد، وقد يعني قد تكون هناك يعني خلال الساعات القادمة أو الأيام المقبلة يعني ربما يكون أي حدث قد يقلب المعادلة الفكرة دلع المواجهة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس. يعني وهذا التصعيد مع يعني يسقط تحذيرات بأن شهر رمضان سيكون شهر ساخن وستندلع فيها المواجهات، وربما جزيلا ربما مراسلنا عامر الفرع على كل هذه المعلومات والإيضاحات، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة، شكرا جزيلا.